في عالم بريطاني أسلم لأنه اطلع على حديث لرسول الله. هذا الحديث لا يمكن أن يكون من عنده إلا من خالق البشر. قال عليه الصلاة والسلام: ستعود بلاد العرب مروجا وأنهارا. كان في عصور مطيرة، عصور خصب، عصور الألف مليمتر بالعام، كان الربع الخالي كله أشجار، كل الربع الخالي كان غابات وأنهار وبحيرات. يؤكد هذا أن مدنا بأكملها مطمورة تحت الرمال في الربع الخالي في الجزيرة العربية. إذا كان أراضي غناء، بساتين، أنهار، ينابيع، أشجار، مدن، قرى، والبادية في الشام كانت كلها أشجار، تدمر كانت في قلب الغابات، الآن صحراء. إذا هذه الحركات 40,000 سنة حركة محور، 25,000 سنة حركة، هذه تفسر انتقال خطوط المطر وتبدل الطقس في العالم وتغير الخصب والنماء والتصحر وما إلى ذلك. إذا ربنا عز وجل، فالنبي ماذا قال؟ قال: ستعود بلاد العرب مروجا وأنهارا، يعني كانت. والمستحاثات في الجزيرة العربية تؤكد ذلك. هذا العالم البريطاني أسلم لأنه اطلع على هذا الحديث الشريف: ستعود بلاد العرب مروجا وأنهارا. فربنا عز وجل لفت نظرنا إلى آية واحدة، قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. الليل سرمد، يعني الأرض لو أنها واقفة لا تدور، واقفة، وهذه هي الشمس، نصف الكرة نهار إلى الأبد، ونصفها الآخر المقابل لكرة الشمس ليل إلى الأبد. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. إذا كان الليل سرمد معناها الحرارة 250 تحت الصفر، الحياة منعدمة، في الوجه المضيء الحرارة 350 فوق الصفر، الحياة منعدمة، نحن على 50 ما عم نتحمل. 50 بيقول لك شيء لا يطاق، 350 الأرض تدور، لو أنها توقفت عن الدوران لأصبح النهار سرمدا والليل سرمدا. من الذي أمرها أن تدور؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي أعطاها هذه السرعة المناسبة؟ لو أنها دارت كل ساعة دورة معناها نصف ساعة ليل نصف ساعة نهار، لا النهار صار معاش ولا الليل صار لباس. لو كانت دورة كل سنة مرة، 6 أشهر بأكملها ليل، ننام ونقوم ننام ونقوم، الليل مخيم علينا، و6 أشهر نهار. إذن المشكلة أن هذا الفكر إذا انطلق من جموده وتأمل في خلق الله عز وجل لخر ساجدا لله. أولا الأرض تدور، من جعلها تدور؟ الله سبحانه وتعالى، من دورتها حول نفسها جعل الليل والنهار، لو توقفت عن الدوران لأصبح النهار سرمدا هنا أي الشمس والليل سرمدا إلى يوم القيامة، ولأصبحت الأرض في ليلها السرمدي قبرا جليديا، ولأصبحت الأرض في نهارها السرمدي جحيما أبديا، وانتهى الأمر. من جعل هذه الأرض تدور دورتها بسرعة 0.5 كيلومتر في الثانية بالضبط؟ يعني النقطة على خط الاستواء تدور 40,000 كيلومتر ب24 ساعة، قسم 40,000 كيلومتر على 24 ساعة بيطلع 1600 كيلومتر
في الساعة. أسرع طبعا الطائرات التجارية سرعتها 900 كيلومتر الحديثة، 900 حتى 1000. الأرض تدور بسرعة 1600 كيلومتر في الساعة، كسر على الدقيقة والثانية نصف كيلومتر في الثانية تدور. فأولا تدور، ومن أعطاها هذه السرعة، وهذا من عظمة الله عز وجل. يعني الإنسان بيشتغل 8 ساعات، يأتي إلى البيت يأكل يجلس مع أهله ساعتين ثلاثة تغيب الشمس مرتاح. صور النهار 6 أشهر، النهار سنة، وصور الليل سنة، أو صور الليل ساعة والنهار ساعة. هذه أول حقيقة. الله عز وجل أمرنا نفكر، هذه الأرض من صممها بهذا الحجم؟ أنت وزنك في الأرض 60 كيلو، لو انطلقت إلى القمر لكان وزنك 10 كيلو بالضبط. حركة صعبة جدا في القمر، ما لك وزن خفيف. لو أنك على كوكب حجمه كبير لكان وزنك 8 طن، حركتك مثل تحريك صخرة. إذن ربنا عز وجل جعل حجم الأرض مناسبا وجعلها تدور من أجل أن يكون الليل والنهار، وجعلها تدور بهذه السرعة المناسبة. هي أول دورة. هلأ كل الناس يعتقدون أن للأرض دورتين فقط، دورة حول نفسها ودورة حول الشمس، مع أن للأرض حتى الآن 12 دورة، 12 دورة. اخترت لكم من هذه الدورات 6 دورات، لأن 6 الأخرى لا يمكن أن تشرح هنا إلا على سبورة وعلى يعني وسائل إيضاح. الدورة الأولى دورتها حول نفسها، الدورة الثانية دورتها حول الشمس. سرعة الأرض حول الشمس 30 كيلومتر في الثانية. فإذا كان درس ساعة 30 كيلومتر ضرب 60 ضرب 60، يعني نقطع في درس كهذا الدرس 100 آلاف من الكيلومترات. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. هي حول الشمس. ولكن حول الشمس في عنا مشكلة، إنه مسار الأرض حول الشمس ليس مسارا دائريا، بل مسار إهليلجي، أي شكل بيضوي. إذن في الشكل البيضوي في عنا قطر أصغر وقطر أكبر، ومعلومكم الجاذبية تقول أن الأرض إذا اقتربت من الشمس جذبتها الشمس. طيب لو أن الأرض سارت بسرعة ثابتة حول الشمس، وجاء المكان الذي يضيق فيه المحور وتقل مسافته، لا بد من أن الشمس تجذبها، لأن قانون الجاذبية أساسه الكتلة مع المسافة، جداء الكتلة مع مربع المسافة. إذن يجب أن تزيد الأرض من سرعتها في النقطة الحرجة كي تنشأ من هذه الزيادة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة، ويجب أن تزيد هذه السرعة بشكل تدريجي، لأنها لو زادتها بشكل مفاجئ لانهدم كل شيء على الأرض. لو أن السرعة زادت فجأة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، كل ما على الأرض يصبح قاعا صفصفا. إذن الله حكيم، رفع السرعة لئلا تنجذب الأرض إلى الشمس، ولكن هذه السرعة التي ارتفعت تدريجيا، وهذا ما يسمى بالتسارع وبالتباطؤ، أن تزداد السرعة شيئا فشيئا بنظام دقيق. فكر أنت على هذه الأرض، فكر في الذي صممها بحجمها وبشكلها وبحركتها حول نفسها وبحركتها حول الشمس،
وبازدياد سرعتها، وبأن تكون هذه الزيادة بلطف شديد. سرعة الأرض حول الشمس 30 كيلومتر بالثانية، تدور الأرض دورة حول الشمس ب 365 يوم و 256 جزء من ألف. لذلك في عنا سنة كبيسة، كل أربع سنوات في عنا إشباط الساعة 20، لأن الأرض تدور حول الشمس ب 365 يوم وربع، أربع أرباع يساوي يوم بكاملة. أما الأرض تدور حول نفسها، أرض بحجم كبير كبير تدور حول نفسها ب 23 ساعة و 56 دقيقة و 4 ثواني و 95 جزء من ألف من الثانية، وهذا الرقم دقيق جدا لا يزيد ولا يقل. هذه يد الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذه الحركة الثانية، حركتها حول الشمس. الآن ربنا عز وجل قال الأرض تدور حول نفسها حركة، وحول الشمس حركة، والشمس تجري بمستقر لها. إذا الأرض حول نفسها وحول الشمس، والشمس ماشية، إذا لها حركة ثالثة. قال حركة الشمس 240 كيلومتر بالثانية، نصف كيلو بالثانية حول نفسها، 30 كيلو بالثانية حول الشمس، 240 كيلو بالثانية حركتها مع الشمس، مع الشمس في درب التبان. هذه الحركة الثالثة. الحركة الرابعة، قال هذه الأرض تدور حول محور وهمي. المحور إما أن يكون قائم على مستوى الدوران، وإما أن يكون مائل، وإما أن يكون موازي لمستوى الدوران. الأرض تدور هكذا حول الشمس. فهذه الأرض إما أن محورها عمودي على مستوى الدوران زاوية قائمة، وإما أن محورها موازي لمستوى الدوران، وإما أن محورها مائل. شاءت حكمة الله عز وجل أن يكون محور الأرض مائلا. صور محور هكذا عمودي على مستوى الدوران، والشمس من هنا، هنا صيف سرمدي، وهنا ربيع سرمدي، وهنا شتاء سرمدي. معناها الآية أوسع من ذلك، يعني قل أرأيتم إن كان الصيف سرمدا إلى يوم القيامة، قل أرأيتم إن كان الشتاء سرمدا إلى يوم القيامة، قل أرأيتم إن كان الخريف سرمدا. الإنسان يطول الشتاء عليه تضجر نفسه، يشتاق للصيف، يطول الصيف عليه تشتاق نفسه للشتاء. هذا التبدل من صيف إلى خريف إلى شتاء إلى ربيع، هذا شيء مسعد منعش. فلو أن المحور هكذا عمودي على مستوى الدوران، والشمس من هنا، فأشعة الشمس عمودية في هذا المكان خط الاستواء، إذا صيف سرمدي، مائل في هذا المكان، ربيع سرمدي، أشد ميلا في هذا المكان، شتاء سرمدي، بس لأن المحور الدوران هكذا. ولو كان هكذا الأرض تدور هكذا والشمس من هنا، صار ما بقى في ليل ونهار، صار نهار سرمدي وليل سرمدي. الأرض تدور هنا، إذا توقفت عن الدوران صار ليل سرمدي ونهار سرمدي. الآن لو دارت ومحورها هكذا أفقي لصار النهار سرمديا والليل سرمديا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. هذه الحركة، هذا المحور المائل ميزته أنه مدام مائل أشعة الشمس تأتي إلى هنا إلى أسفل الكرة الأرضية عمودية، هون صيف، وتأتي إلى شمالها أعلاها مائلة، إذا شتاء. حينما تصبح الأرض هكذا
بعد ما تمشي نصف دورة، تأتي الشمس عمودية على القسم الشمالي صار صيف، مائلة على القسم الجنوبي صار شتاء. إذن لأن المحور مائل صار في صيف وشتاء وربيع وخريف، صار في نبات، فالنبات يحتاج إلى برودة، إلى طور بارد، طور معتدل، طور حار حتى تنضج الفواكه. أساس النبات تبدل درجات الحرارة، دورة نباتية. إذن أنت لو اعتقدت أنه المحور هكذا عمودي ما في فصول، أفقي الليل سرمدي والنهار سرمدي ولا في فصول، الله جعله مائل. لكن هذا الميل مائل هكذا، المحور المائل يدور حول نفسه دورة كل 25,000 سنة مرة. لذلك في كتب الإغريق نجم الشمال ليس نجم القطب، النصر الواقع الآن نجم القطب، لكن بعد كذا 1000 سنة يعود النصر الواقع نجم الشمال لا نجم القطب، لأنه محور الأرض المائل يدور حول نفسه بشكل مخروط كل 25,000 سنة دورة. هذه الدورة الرابعة. فمرة يكون نجم القط نجم الشمال كما هي الحال الآن، وبعد آلاف السنين وقبل آلاف السنين كان النسر الواقع هو نجم الشمال. إذن في عنا حركة رابعة للأرض، دورة المحور حول نفسه 25,800 سنة دورة، ونحن لا ندري. هذا المحور يميل عن العمود المتعامد مع مستوي الدوران يميل 22 درجة، يزداد هذا الميل إلى 33 درجة ويعود إلى 22 درجة. فالميل من 33 إلى 22 هي حركة خامسة، الحركة هي كل 40,000 سنة مرة، الحركة الرابعة كل 25,800 سنة مرة، دورة المحور حول نفسه شكل مخروط. أما الحركة الخامسة المحور نفسه انحرافه يزداد 33 درجة ويقل 22 درجة من 33 إلى 22 40,000 سنة وأنتم لا تدرون. لكن بعض علماء الجغرافيا فسروا انتقال خطوط المطر، تغير الطقس، مثلا من دمشق إلى بغداد كان الطريق كله أشجار الآن صحراء. ماذا قال النبي الكريم؟ في عالم بريطاني أسلم لأنه اطلع على حديث لرسول الله. هذا الحديث لا يمكن أن يكون من عنده إلا من خالق البشر. قال عليه الصلاة والسلام: ستعود بلاد العرب مروجا وأنهارا. كان في عصور مطيرة، عصور خصب، عصور 1000 ملليمتر بالعام، كان الربع الخالي كله أشجار، كل الربع الخالي كان غابات وأنهار وبحيرات. يؤكد هذا أن مدنا بأكملها مطمورة تحت الرمال في الربع الخالي في الجزيرة العربية. إذن كان أراضي غناء، بساتين، أنهار، ينابيع، أشجار، مدن، قرى، والبادية في الشام كانت كلها أشجار، تدمر كانت في قلب الغابات الآن صحراء. إذن هذه الحركات 40,000 سنة حركة محور، 25,000 سنة حركة، هذه تفسر انتقال خطوط المطر وتبدل الطقس في العالم وتغير الخصب والنماء والتصحر وما إلى ذلك. إذن ربنا عز وجل، فالنبي ماذا قال؟ قال: ستعود بلاد العرب مروجا وأنهارا، يعني كانت، والمستحاثات في الجزيرة العربية تؤكد ذلك.
هذا العالم البريطاني أسلم لأنه اطلع على هذا الحديث الشريف، ستعود بلاد العرب مروجا وأنهارا. إذا في عنا شيء آخر، الأرض تدور حول الشمس في مسار إهليلجي، وكل مسار إهليلجي له مركزان، الدائرة لها مركز واحد، أما الإهليلجي له مركزان. يعني أنت لو جبت مسمارين ثبتوا على سطح، وجبت خيط عقدته صار دائرة، وجبت قلم رصاص شديت الخيط ودورته تطلع معك شكل بيضوي، والسبب في مركزين للدائرة، لأنه مركز قريب مركز بعيد. فمركز دورة الأرض حول الشمس ينتقل من مركز أعظم إلى مركز أصغر بمدة قدرها 90,000 سنة. صار عندنا 25,000 سنة دورة، و40,000 دورة، و90,000 سنة تبدل مركز فلك الأرض. وفي دورة سادسة أو سابعة، الأرض تدور حول الشمس في مستوي، الأرض هكذا تدور حول الشمس في مستوي، السطح الذي يمر منه خط دوران اسمه مستوي الدوران. الأرض تدور حول الشمس هكذا، الشمس هنا والأرض هنا، قال هذا المستوي يدور حول نفسه هكذا، يدور هذا المستوي حول نفسه في مدة قدرها 110,000 سنة. دورة الأرض حول نفسها، ودورة الأرض حول الشمس، ودورتها مع الشمس 240 كيلومتر بالثانية، ودورة محور الأرض 25,800 سنة بالدورة الواحدة، وتبدل محور الأرض من زاوية دمية 22 إلى 33 كل 40,000 سنة مرة، وتبدل مركز الأرض كل 90,000 سنة مرة، ودورة مستوي الدوران كل 110,000 سنة مرة. وهناك 6 دورات أخرى يصعب شرحها في هذا المكان، بدها سبورة وبدها أفلام وبدها مجسمات. 12 دورة تدور الأرض حول، وعليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. أهذا الإله العظيم يعصى؟ لا. ماذا قال سيدنا بلال؟ لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأه. أهذا الإله العظيم يعصى أمره؟ لا ترجى جنته، لا تخشى ناره. أهذا الإله العظيم الذي خلق هذا الكون كله من أجلك لم يسألك عن شيء؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يا أخي الكريم، اعرف الله أولا تطبق أمره ثانيا، أما إذا عرفت الأمر قبل أن تعرف الآن تستخف بالأمر، تحتال عليه، لا تأخذ به هكذا. فإذا هذا منهج في التفكير. لو أن الإنسان بلا هذا المفصل كيف يأكل؟ كالهرة تماما، صحن بالأرض بينبطح بالحفل ثاني أفضل أثاني إذا ما في مفصل. فالواحد إذا كان أكل شاف الحركة مناسبة واليد إلى الفم وصلت وفي أصابع وكل أصبع 3 سلاميات وفي إبهام، ألغي الإبهام وشوف. أبإمكانك أن تعمل عملا واحدا بلا إبهام؟ أن تكتب رسالة، أن تخيط ثوب، أن تغلق سيارة، أن تفتح باب، أن ترتدي الثياب بلا إبهام فقط تكفكر. تبرسه مفصل دائري، هذا معقد جدا، مفصل الدائري، مفصل دائري، مفصل أنثي، مفصل وحشي، العنق دائرة شبه كاملة تقريبا،
قل أرأيتم لو كان إنسان عنقه ثابت مع جذعه، واحد نداله دندار كامل دندار 180 درجة، نعم أم قال له واحد لا أم رد دار دورة ثانية. أما الإنسان الله جعله لطيف طلعه يديره سهل حركة سهلة، هذا التفكير، هذا منهج بالتفكير. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، لو ألغالك مفصل الرقبة، لو ألغالك الفكين، لو ألغى الأسنان، لو ألغى اللسان، لو ألغى الشم، لو كان الأنف في مكان آخر، لو كان باتجاه الأعلى، فتحتين نحو الأعلى مثلا، والطعام نحو الأسفل، هيك التفكير. هذا خلق، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لو ما في قنوات توازن بالأذن الوسطى، ثلاث قنوات فيهم سائل وبجدار القنوات أشعار حساسة فيه، فالإنسان لو مال قليلا سائل يحافظ على أفقية سطحه فبلامس الأشعار اللي على اليمين، فالإنسان بيتنبه ملت صحيح رأسه. لو ما فيها الأشعار الحساسة لازم كله قاعات استناد عريضة جدا، بده شيء 70 سنتي حتى يتم واقف، والدليل الميت لا يقف سوى مين يوقف ميت؟ ومستحيل إنه تعطل جهاز التوازن سوى رأسه. أما الإنسان الله جعل له أقدام لطيفة، أما لو كان ما في جهاز توازن لازم يكون قدمه عرضة 70 سنتي. إذا الإنسان ارتدى يعني سار بطين وحمل حذاء كيلين طين يرى أن المشي أشغال شاقة، فكيف لو كان رجله 25 كيلو أخذ شكل هرمي حتى يوقف؟ قل أرأيتم لو ربنا عز وجل لغالك جهاز التوازن هنا تصبح الحياة جحيما، لو ألغالك المفاصل حياة جحيم، لو ألغى ألم نجعل له عينين، عين واحدة صرت بعدين ما في بعد ثالث، أذن واحدة، وكان أذن واحدة تطلق السيارة بوقها فتندفع إليها تندفع، أما من خلال وجود أذنين يدخل الصوت إلى الأذنين، لكن سار على اليمين فوصل الصوت من الأذن اليمين إلى مركز الإحساس في الأذن قبل الأذن اليسار بواحد على 1625 زئبق الثانية، فعرف الإنسان أن السيارة من على اليمين فانطلق نحو اليسار. هذا شيء بسيط جدا، واحد ماشي بالطريق سمع بوق سيارة فانتقل للرصيف الآخر. جهاز بالغ التعقيد بالدماغ، بالغ التعقيد يحسب تفاضل وصول الصوتين إلى الأذنين، والتفاضل هو واحد من 1625 جزء من الثانية، بهذا التفاضل يعرف الإنسان جهة الصوت. لو كان الأذن واحدة يسمع الأصوات بلا جهاز، لذلك قد يندفع إلى مكان الخطر. ألم نجعل له عينين؟ قيس عليها. ألم نجعل له أذنين؟ لكن لسان واحد اثنين صعب، وفي ناس بعشر شفلات لسانه، بس هو لسان واحد إلى لسان، لسان واحد، أنف واحد، أما عينين وأذنين. هكذا التفكير، هذا منهج التفكير. الشيء وخلاف ما هو عنه. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، معنى سرمدا يعني دائما، من إله غير الله يعني في جهة بالأرض تعقد اجتماع على مستوى رفيع وبتتخذ قرار بإحداث الليل،
مهما ارتفع مستوى هذه أقوى دولة في العالم، نخبة القادة في العالم اجتمعوا وقرروا أنه يصنعوا ليل. أنه ليل هذا من إله غير الله؟ لو أن الأمة الإنسانية مجتمعة لا تستطيع. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ أذن أوفهم. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار معا لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. هذا أسلوب في البلاغة اسمه اللف والنشر. كيف اللف والنشر؟ أن تأتي بشيئين أو أكثر وتعيد على كل منهما بالترتيب، على كل كلمة شيء. فربنا عز وجل قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه الليل ولتبتغوا من فضله النهار. فالنهار معاش للسعي والليل للسكن، لكن الحضارة الحديثة جعلت الآية معكوسة، فأصبح ليل النهار ليل الناس نهارا ونهارهم ليلا، وهذا يسيء إلى صحتهم، لأن ساعة نوم في أول الليل لا تعدلها ثلاث ساعات في آخر الليل. هذه الكهرباء وهذه الأجهزة اللهو التي فيها ما لا يرضي الله عز وجل، يمضي الناس وقتهم الطويل وراءها إلى ساعة متأخرة من الليل. ساعات الرحمة، ساعات التجلي، ساعات الصلاة، ساعات الذكر، ساعات تلاوة القرآن، ساعات الأنوار، الدعاء، التهجد، الناس نيام. يعني كنت البارحة في مسجد في صلاة الفجر سبعة في حي مقتض، سبحان الله، كل هذه الأبنية، كل بناية خمسة طوابق، كل طابق شقتين ثلاثة، سبع أشخاص من أشخاص. والآن عمل جولة بالمساجد دمشق صباحا شيء قليل جدا، صف ونص أكثر شيء. لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لكن أصبح الناس ليلهم نهارا ونهارهم ليلا. ربنا تصميم ربنا غير هيك التصميم. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، بالليل سكن راحة، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الابتغاء من فضل الله إما بالعمل بكسب الرزق وإما بكسب العمل الصالح. أنت في النهار تدعو إلى الله، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تتصدق، ترعى اليتيم، ترعى الأرملة، تعين أخاك، أو أن تكتسب مالا تكفي نفسك وأهلك وأولادك، تنفق منه في طاعة الله. إذا ربنا عز وجل صمم الليل للسكن والراحة والنوم، وصمم النهار للعمل الصالح. نعم. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. في بها الآية إشارة إلى الأمر التكويني وإشارة إلى الأمر التكليفي. الله كون الأرض ليلا ونهارا، الليل للسكن والنهار للعمل، ولكنه أمرك أن تشكره لهذه الآيات الدالة على عظمته. فيا أيها الإخوة الأكارم، الإنسان لازم يفكر بهذه الآيات التي لا تعد ولا تحصى، والتي أحاطنا الله بها لقوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، هؤلاء الذين زعمتم أنهم آلهة أو أعطيتموهم صفات الآلهة. في الماضي قالوا هذا ود إله، إله الشمس، إله القمر، إله المطر، إله الخير، إله الشر، هكذا الإغريق والشعوب في آسيا وفي إفريقيا الوثنية تدعي أن هذا الشيء إله،
وفي بلاد المسلمين أحيانا الإنسان يدعي أنه زيد إله، لا يقول هو إله، يقول يؤذيني، ينفعني، يرفعني، يخفضني، يعطيني، يحرمني، عملته إله. فإما أن تدعي أن هذا الشيء إله، وإما أن تسبغ على إنسان ما صفات الإله بالعطاء والمنع والضر والنفع وما إلى ذلك. فربنا عز وجل يوم القيامة يقول: أين شركائي الذي كنتم تزعمون؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا. قال: هذا شهيد الأعمال، اقرأ كتابك، شهيد على أعمالنا. فقلنا: هاتوا برهانكم، لماذا فعلتم كذا وكذا؟ فعلموا أن الحق لله، لا لهذه الجهة ولا لتلك الجهة. ربنا عز وجل قال: زيتونة لا شرقية ولا غربية ولكنها علوية. الحق علوي، أما ما في حق شرقي وحق غربي، الحق علوي. فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. كل هذه النظريات وهذه الدعاوى وهذه الأضاليل وهذه الأوهام وهذه التحزبات وهذه الانقسامات، هذه كلها ما أراد الله بها، ما أراده الله وما أنزل الله بها من سلطان. الحق واحد لله، الحق لله فقط. الآن شاهد عملي، كل الآيات مترابطة. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هؤلاء آثروا دنياهم على هداهم. الآن مثل عملي: قارون آثر دنياه على الهدى. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هذه القصة إن شاء الله للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.